بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم نتعلم كيف أحذف الملفات من الجيت هاب. في البداية أنا علمتك بالفيديوهات السابقة كيف تحذف ملفاتك من داخل مشروعك. في عندك أول أمر هو Remove الفايل. لو كنت بتستخدم لينكس أو ماك أو أس أو بتستخدم الجيت باس في نظام الويندوز راح يشتغل معك هذا الأمر. لو كنت شغال على CMD راح تستخدم الأمر اسمه Delete اسم الملف. هالأشياء احنا شرحناها بالفيديوهات السابقة، لكن موضوعنا اليوم لو الملف صار مرفوع عندي في الستيج أريا أو كان مرفوع عندي في الريبستوري كيف بدي أقدر أمسحه؟ ففي عندنا هذا الأمرين، تعال نتعرف عليهم مع بعض. هنا في البداية نشوف حالة المشروع Get status. المشروع عندي يا كلين، كل إشي عندي يا مرفوع. بدنا نحذف الستايل. هسا الستايل موجود عندي في الريبستوري، فراح نكتب مع بعض get remove style وهيتا. وهون حاب أوضح لك نقطة مهمة، إنه هذا الأمر راح يشتغل معك على كل التيرمينال، كان على لينكس، على الماك، حتى على CMD في الويندوز، وكمان على الجيت باش. هذا الأمر موحد. أنت فحذف لي. خلنا نكتب هسا get status. شو بحكي لي؟ انك انت حذفت الملف اسمه style. خلينا هسا نعمل comment get comment، نكتب له هنا delete style dot css. هاي انت. خليني أتأكد مرة ثانية من الستاتوس. بالضبط، عندي هسه المشروع نضيف. خلينا ننشئ ملف جديد هاي تاتش، وخليني أسمي مثلا note2.text. بدي أرفع على الستيج أريا get add note2 وهي get status. بحكي لك انه انت عندك في ملف جديد اسمه نوت 2 وصار موجود عندك في الستيج اريا. كيف عرفت؟ اللون اخضر، لو كان احمر كان معناته في الورك دايركتوري. بدنا نسوي هسه، بدنا نحذف هذا الملف اللي اسمه نوت 2 من الستيج اريا. يعني بدي احذف من المشروع بشكل كامل، لكن هذا الملف موجود داخل الستيج اريا. هتقولي بسيطه، نفس الامر تعلمناه قبل شوي اللي هو get remove note .text. هاي انتر. شو حكى لك هون؟ ايرور. قال لك ما بزبط. في عندك حلين، يا بتستخدم كاشت او تستخدم فورس. هي اختصار لكلمة فورس. فبنحكي له بكل بساطة get remove force وبتعطي اسم الملف note2.text. خلينا نجرب هسا. انتر. وهي تم الحذف. get status. طيب ليش اعطاني clear؟ ما انا انشئت ملف اسمه node.2 بس انا حذفته، معناته انت حرفيا ما عملت اشي داخل المشروع. اتمنى افكارنا كانت واضحة، ونشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد، ويعطيكم العافية.